وفقرة الحق نفسك، وبقينا بنمسك الموبايل لمدة طويلة وبننسى نفسنا تماما معاه، ومركزين فيه وباصين فيه وشبه مش داريين باللي حوالينا. وسط التطور الهائل للتكنولوجيا ده بقينا طول الوقت قدام أجهزة ذكية متطورة كفيلة إنها تسحب تركيزنا تماما. المسكة اللي احنا دايما بنبقى موطيين فيها للموبايل وقلة التركيز اللي ناتج طبعا هنعرف أضراره ايه مع دكتور أحمد صلاح الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني. أهلا بيك يا دكتور أحمد. اهلا بحضرتك يا دكتور، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. بداية كده، يعني مسكة الموبايل لو هنتكلم أضرارها النفسية ويعني حتى الجسدية علينا. والله هو ده موضوع في غاية الأهمية، لأن هو عمل نقدر نقول مجال جديد في الطب النهارده. المشاكل اللي بيتعرض ليها جسم الإنسان والعمود الفقري من الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية كلها، الموبايلات وغيرها. الفكرة كلها إنه الإنسان لما بيقعد لفترة طويلة موطي رقبته وحاني ظهره لقدام، بيحصل تغير في شكل العمود الفقري، تشوه، وبيحصل انحناء وتحدب للأمام. ده بيؤدي إلى إن هو بيحصل فرصة إنه انزلاقات غضروفية أكثر، خشونة في الفقرات، ضغط على الحبل الشوكي والأعصاب، ومشاكل ما كانتش بتظهر في السن الصغير قبل كده، بقينا بنشوفها في العشرينات والثلاثينات بسبب الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية والقعدة في وضع خاطئ لفترات طويلة. والموضوع ده هو يعني في دراسات كتيرة جدا نشرت في أنحاء العالم، لدرجة إنه التشوه الرقبة اللي بيحصل كانوا بيسموه قبل كده تك نك، نتيجة لأن الناس بتبعت رسائل كتيرة يعني، وبعد كده غيروا الاسم إلى تك نك، التكنولوجيا يعني الرقبة المحنية إلى الأمام بالظبط. بسبب الإفراط في استخدام الأجهزة التكنولوجية. احنا بنشوف يا دكتور حتى على السوشيال ميديا بيعملوا زي افلام تخيليه وتصوريه ان الاجيال اللي طالعه كلها هتطلع يعني مقوسه محنيه، مش عارفه الى اي مدى ده ممكن يحصل فعلا، وايه الامراض التانيه اللي ممكن تترتب عليه؟ هو للاسف الشديد احنا بنستخدم الاجهزه استخدام خاطئ. المفروض مثلا انه جهاز زي الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب معدل الاستخدام والواحد بيتحرك، لكن نفاجئ بان الناس بتستخدم الجهاز ده هو في عمل شغلها كله وتقعد عليه بساعات طويله جدا. المفروض ان الواحد لو شغله هو على الكمبيوتر يستثمر ويجيب بقى جهاز مكتبي بشاشه كبيره بلوحه مفاتيح، بحيث ان هو يقدر قاعد فارد ظهره، قمه الشاشه قدام عينه، مريح راسه على مسند للراس، ارتفاع المساند يسمح انه يسند كوعه بحيث ان هو يشتغل بطريقه مرتاحه، انما لما هو يبقى قاعد مأتب ومنحني للامام لست سبع ساعات ويتصور ان هو جسمه مش هيتاثر، لا للاسف الشديد ده هو بيؤثر على جسمه وعلى عموده الفقري وبيعمل له مشاكل بتقلل انتاجيته في الشغل. فده بالنسبه للناس اللي بتشتغل. الفكره بقى كمان الأسوأ في الاطفال بقى، ودي الناس صحيح اللي هي في مرحله النمو، ده بيؤدي الى تشوهات ثابته بقى في العمود الفقري يعني. سريعا يا دكتور، بما ان حضرتك قلت للاطفال وانا كنت رايحه كده، ليه التكنولوجيا بتسحب التركيز من الاطفال والكبار الحقيقه؟ ليه دايما الناس بتقول كده؟ هقول لحضرتك حاجه، الاطفال واحنا كلنا يعني كامهات وابهات لازم نبقى عارفين فاكرين معلومه. عندنا اول 2000 يوم من حياه الطفل، اول 5 سنين. في اول 5 سنين الطفل بيكتسب الملكات الكثيره جدا اللي بيستخدمها في حياته، بيتعلم الكلام وبيتعلم التواصل وبيتعلم التفاهم وبيتعلم التحليل والاحساس والمشي وكل حاجه. الفكره كلها لما تحطيه قدام مثلا تلفزيون او تحطيه قدام جهاز، الجهاز ده هو بيديله صوره وصوت ما بيتاثرش باللي الطفل بيعمله، الطفل بيتحول الى متلقي، فمهارات الكلام والتواصل بتقل. بيبقى الطفل مرتاح اكتر وان هو يقعد يتلقى بس وما يتكلم. صح. ولو اتكلم هتلاقي الكلام مش ملون ومفيش فيه عاطفه، هتلاقي الاجيال الجديده العيال بتتكلم بتون واحد كده، مفيش فيه اي نوع من التفاعل والاندماج، لان هو متعود عايش في عالم اخر. متلقي. ايوه بالظبط. بالظبط. كمان بقى ان هو السرعه الشديده جدا بتاعت الالعاب والتفاعل السريع جدا ده مش لا ينعكس مع الحياه. بالتالي بتبقى ردود افعال الطفل يا اما مبالغ فيها يا اما بطيئه جدا بالمقارنه بالحياه. احنا بنشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور احمد صلاح الدين استاذ جراحه المخ والاعصاب بكليه طب القصر العيني على